مميز بين ضد المدنيين من خلال الإشارة إلى حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها. فالعنف يولد العنف، والكراهية تولد الكراهية، وهذه الحلقة وهذه الدوامة ينبغي أن تكسر. الطريقة الوحيدة في تحقيق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين هي التطرق للأسباب الجذرية لهذه الأزمة. قد عانى الفلسطينيون من عقود من الظلم، وفي محاولة إسرائيل لتأسيسها دولتها المستقلة، هذه الدولة بالاتساق مع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة سيخرج في إطار حدود 67 بعاصمة القدس الشرقية. فقط هذه المقاربة المبنية على القانون الدولي يمكن لها أن تحقق السلام والأمن الدائم للفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين. هذه هي الروحة التي كانت ترشد روسيا في تحقيق مسؤولياتها كوسيط بين فلسطين وإسرائيل و كعضوة في اللجنة الرباعية في الأمم المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تاريخ الصراع يظهر ما يحدث عندما يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن، واللاعبون الدوليون غير قادرون على مساعدة الأطراف في الوصول إلى التوافق والحل. فكانت هناك محاولات ضعيفة بدلا من ما أدى إلى اضطرابات في المناطق المحتلة. الموجة الحالية من العنف ليست استثناء، وقد تالتها سياسات تصميم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لفرض الوضع الراهن و الترويج لرؤية واحدة من الاستيطان. من ضمن ضحايا هذه الرؤية قصيرة المدى هم الوسطاء الذين تمت حجب اقتراحاتهم من قبل الولايات المتحدة. هذه واشنطن أدى مقاربة واشنطن أدت إلى إلى فقدان أرواح آلاف الأرواح البريئة. اليوم كل أعضاء المجتمع الدولي يواجهون مهمة صعبة للخروج من الطريق المسدود الحالي. بعد التغلب على مرحلة العنف سيتطلب الأطراف الانخراط في مفاوضات وحوارات لإيجاد حل مبني على القانون الدولي. روسيا تأمل من أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيساهم في تحقيق هذا الهدف. سعادة الرئيس، الكثير قد قيل بالفعل في هذه القاعة بشأن الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي من قبل إسرائيل. روسيا تدعم التقييمات الممنوحة في قرار الجمعية العامة 77.247 والتقارير المقدمة من الأمين العام، وكذلك تدعم القرارات ذات الصلة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بناء على قرارات على تقارير المقرر الخاص. اسمح لي أن أركز على اثنين من الجوانب. الجانب الأول لهذه التقارير هو الإنكار المنتظم من إسرائيل لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، حق تقرير المصير من خلال تأسيس دولة فلسطينية مستقلة كان دائما في قلب جهود المجتمع الدولي. هذه الحقوق تم الاعتراف بها من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن وهذه المحكمة. يجدر تذكر أن مبدأ تحقيق المصير للشعوب هو أحد أسس الأمم المتحدة، والذي ذكر في مواد ميثاق. كل طرف لديه واجب التوقف عن أي عمل قمعي يحرم أي شعب من تحقيق مصيره. وفي نفس الوقت بينما يتم الاعتراف بذلك من قبل الجمعية العامة، الاحتلال الإسرائيلي المطول يحرم الفلسطينيين من تطبيق هذا الحق.
أصبح هذا هدف معروف من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من قبل مجلس الأمن والعديد من قراراته، وهذا يشمل قرار 2324. إسرائيل يجب أن تتحمل واجب وقف هذا العنف بمقتضى القانون الدولي والسماح للشعب الفلسطيني بتأسيس دولته المستقلة. هذا يعني أن ينبغي على الاحتلال أن يقف. والمشكلة الثانية التي تؤدي إلى الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للفلسطينيين هي الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وهذه النقطة تشير إلى خلق التأثيرات على أرض الواقع والتي أصدرت في 1967 والتي أدت إلى تقلص الأراضي الفلسطينية. هذا كان يقود بشكل فعال سبل أو احتمالات المفاوضات البناءة لإيجاد هذه الدولة. العدد الكامل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وشرق القدس يتجاوز 700,000، والوضع يتفاقم من قبل التحركات الاعتباطية والقسرية من قبل السلطات الإسرائيلية، مثل مصادرة الأراضي وهدم المنازل ومنع البنايات الجديدة. ومؤخرا قد تم تحقيق ذلك أو صاحب ذلك العنف الذي يخرج من المستوطنين الإسرائيليين في عام 2023، وهذا بعد الطلب الحالي، بعد إبداء الرأي الاستشاري. أنشطة الاستيطان حققت سجلات عالية، وهذا وفقا للتقارير الأخيرة لأمين عام الأمم المتحدة في عام 2023. خطط لأكثر من 24,700,000 من الوحدات السكنية تم التقدم بها، وهذا يعني أن الأرقام تضاعفت ووصلت في عام 2022، وهو رقم ضخم. وفي أثناء الموجة الأخيرة من العنف أعلن أعضاء الحكومة الإسرائيلية المزيد منها، وفي 28 من يناير في عام 2024 في مؤتمر في شرق القدس أعضاء الحكومة دعوا إلى نقل وترحيل الفلسطينيين من غزة، وأعلنوا تأسيس 21 من الوحدات الاستيطانية. حتى بعد إصدار هذه المحكمة للإجراءات احترازية، المحكمة اتفقت على أن الوضع في غزة يخاطر بإيذاء لا يمكن إصلاحه لحقوق الفلسطينيين التي يضمنها ميثاق واتفاق جنيف. هذا يبرز الوضع الحالي، ويجدر تذكر أن هذه المحكمة في رأيها الاستشاري بشأن الحرب اعترفت بأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرق القدس قد أسس وكان خرق للقانون الدولي، كما تم شرح هذا في الرأي الاستشاري. فالمستوطنات تعد سيطرة على الأراضي بالقوة، وهذا مضاد للمادة الرابعة في اتفاق جنيف، والتي تمنع أيضا ترحيل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة. قرار مجلس الأمن قد صور تغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي المحتلة يؤثر على تكوينها الديمغرافي، وفي قرار 2324 مجلس الأمن أعاد التأكيد على أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية، وأنها تعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، وأنها أيضا شيء يعيق تأسيس حل الدولتين والسلام المستدام. هذه السياسة
أيضا أدت إلى انتهاك العديد من حقوق الإنسان وحقوق العائلات في أن تكون لديهم منازل وحرية العمل وحرية السفر وحرية التعليم وحرية العيش الملائم. وكما ذكرت في وقت سابق هذه السياسة تتواصل في ضوء قرارات مجلس الأمن، وقد أكد مجلس الأمن في قرار 2423 بأن المستوطنات تعرقل تحقيق حل الدولتين.